الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الصيام، قال باب الصيام. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تروا هلال رمضان فاستكملوا شعبان 30 يوما، وإن لم تروا هلال شوال فاستكملوا رمضان 30 يوما. وهذا منقطع، ولكن الحديث صريحة أن السلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم في الرؤية فإن غبي عليكم فأتموا شعبان عدته، وقال أتموا الشهر عدته، وإتمام الشهر كام؟ 30. هنا صرح الفائدة في الحديث المنقطع هنا من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو إيش؟ أنه صرح 30 رمضان أو 30 شعبان، وإتمام الشهر هو الواجب، إتمام الشهر هو الواجب إن لم ترى الهلال، ولذلك يحرم صيام يوم الشك خلافا للحنابلة، وهذا قول الجمهور. نعم. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع محمد بن حنين يقول: كان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم يروا الهلال هلال شهر رمضان، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تروا الهلال فأكملوا 30 يوما. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن رجل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا هلال شعبان لرؤية شهر رمضان، فإذا رأيتموه فصوموا، ثم إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. نعم، بينا فقه هذا الحديث، والحديث أيضا فيه علتان: جهالة الرجل الذي روى عن الحسن، وانقطاع الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسله حسن لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يسمع من كثير من الصحابة. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن ابن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، ثم إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا 30 صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون. يستدل ابن حنبلة أنه توحيد الرؤية، لو رأت بلدة رؤية يعم الجميع، لأنه يعني قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فإذا صام الناس فلا بد للجميع أن يصوموا، وإذا أفطر يفطر الجميع. وهذه مسألة خلافية، مسألة مشهورة جدا، هي مسألة توحيد الأهلة، مسألة إيش؟ اختلاف المطالع، وفصلنا القول فيها نحن في سنن أبي داود وأيضا في المجموع. وزاد ابن جريج في هذا الحديث: وأضحاكم يوم تضحون. نعم. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر، وهذه أيضا يستدل بها دلالة أخرى فقهية مهمة جدا، ما هي؟ لا اختار المطالع فين؟ ممتاز، انا تعجلت عليك. يعني ايش؟ يعني ايش بقى؟ شوفها، الحمد لله انا برضو وقفتك عشان اعرف انت واصل لها ولا لا. طبعا خلاص، حجر راح فراح، هو يعني في ناس تقف عرفه، وبعد كده يجيوا تاني يوم ناس تقف عرفه، وهي بدليه والقلب اختار المطالع. المعنى انهم لو اخطا مش هتوصل، لو اخطاوا في عرفه والكل وقف فالحج صحيح. ويوم هذه مساله مهمه جدا. تفضل. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة وابن المسيب او احدهما عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عبد العزيز ماشي، عن قال عبد الرزاق رحمه الله عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا له 30 يوما. فعدوا له 30 يوما. هذا الحديث طبعا لم يثبت عن ابن عمر، هذا الأصل أصلا لم يثبت عن ابن عمر. ابن عمر نفسه يصوم يوم الشك، لكن هذا هو الصحيح، وهي السنة أنك إذا لم ترى الهلال تتم شهر شعبان 30، وصوم يوم الشك حرام. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال شهر رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، ثم إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما. وهذا يمكن أن يقال ولو ثبت يكون الكلام مع ابن عمر على مسألة الغيم، إذا ملأ السماء الغيم أم لا في مسألة صيام يوم الشك.
قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن حميد أنه قال قال حدثنا الوليد بن عتبة الليثي قال صمنا مع علي 28 يوما فأمرنا يوم الفطر أن نقضي يوما. نعم، يبقى هذا معناها تخطئتهم عند رؤية الهلال في أول الشهر، فاتهم يوم من رمضان هم لم يروا الهلال أتم وكان مولودة أو نظروا ما اطلع الهلال، يخطئون أنفسهم لأنهم لما رأوا هلال شوال على 28 يخطئون أنفسهم في أول الشهر فعليهم قضاء يوم. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن جابر عن الشعبي أنه قال ما صمت 29 أكثر مما صمت 30. فقال عبد الرزاق جميعا كنا كذلك. طب ما ليه ما حشر هذا الحديث في هذا المضمار؟ ليه ما المشكلة أن أنا أتعب لأن طلبة العلم حاجة صعيدي ممتاز يا صعيدي، إيه الجمال ده ممتاز، أنت بتسكت تسكت تخرج لنا بالدرر. نعم صحيح، هو نفس السياق أن المسألة دائرة على رؤية الهلال. نعم. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن جعفر بن برقان عن ابن برقان عن الحكم أو غيره عن مسروق أنه دخل وهو ورجل معه على عائشة رضي الله عنها يوم عرفة، فقالت عائشة رضي الله عنها يا جارية خوضي لهما سويقا وحليه فلولا أني صائمة لذقته. قال أتصومين يا أم المؤمنين ولا تدرين لعله يوم النحر؟ فقالت إنما النحر إذا نحر الإمام وعظم الناس وعظم الناس يعني سواد الناس وسواد الناس. قالت والفطر إذا أفطر الإمام وعظم الناس. انتهى الباب. هو عظيم الناس يعني سواد الناس. والحق هنا هذا استدلال ما استدل به الحنابلة أن المسألة دائرة على الإمام، وأن الإمام إذا قال صوموا فتصومون هل هو ولي الأمر، وإذا قال أفطروا تفطرون في هذا الباب. والحق بأنها نقول أيضا الإمام لابد أن يدور مع السنة، لأننا قلنا أن طاعة ولي الأمر واجبة عبادة الله لا لفعلها إلا إذا خالف الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30. نعم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. زادكم الله حرصا، الله يتقبل منا.